نتواصل مشاهدينا متابعينا الكرام وتتواصل الانطلاقات في استمرارية، تتواصل التحديات مع هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع الشيق والجميل. ينطلق الشوط الحادي عشر في أشواط هذا اليوم. الشوط الحادي عشر يحمل الجعدان الثنايا المحليات الأصايل في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق الجميل والرائع الذي تتقدم فيه الجعدان باحثة عن الفوز والناموس. نسير مع المراكز الأولى مباشرة، نبحر في عمق الميدان، نسير مع الانطلاق الأول، نسير مع المقدمة وهذا جمران، جمران مطر بن حمد بن عصيان المنصوري على مقدمة هذا الشوط ويقود المشاركين. العابر يلي في المركز الثاني عمير بن علي بن عمير الاكتبي ياتي على المركز الثاني. المركز الثالث مياس عنان بن علي بالموتر النعيمي ياتي في هذه الانطلاقات على المركز الثالث. المركز الرابع عليه تنافس كذلك في هذا الانطلاق مياس. سعيد بن سهيل بن دليوي يقدم مياس على رابع المراكز. المركز الخامس بنشوف هناك اللي من الجانب الآخر يتقدم. المركز الخامس هذا هو زويان، زويان ياتي خليل بن ناصر بن منصور الشهواني يقدم زويان على المركز الخامس. أما المركز السادس شاهين محمد بن قنازل بن سعيد العفاري يقدم شاهين، بينما الشامخ سالم بخلفان بالعري الاكتبي على المركز السابع والمركز الثامن. هذا الثامن مياس خليفة بن محمد بن خليفة الغفلي. والمركز التاسع بنلقى فيه ساير شوي نشوف تاسع المراكز، هذا هو ياتينا في المركز التاسع ذيبان صالح بن مطر بن ضابط الدوسري ياتي بهذه الانطلاقه، بينما المركز العاشر في هذه اللحظه غازي لعلي بن سالم بن علي الاكتبي بالخرس. هذا بالخرس. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام العشر المراكز الأولى في انطلاقة هذا الشوط وهو الشوط الحادي عشر في أشواط صباح هذا اليوم، ليحمل لنا في طياته الجعدان الثنايا المحليات مثل ما ذكرنا سابقا، ويحمل أيضا آمال مع المشاركين في تحقيق الفوز في تحقيق النصر والناموس في هذه الأثارة وفي هذا الاندفاع الجميل والرائع على أرضية هذا الميدان. ننطلق مع المراكز الأولى، نسير مع المقدمة جمران مطر بن حمد بن عصيان المنصوري على المركز الأول والسيطرة على مقدمة هذا الشوط، على مقدمة الشوط على المركز الأول في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع الجميل والشيق والرائع. يحمل ميدان المرموم وانطلاقاته، يحمل ميدان المرموم وانطلاقات. المركز الثاني، المركز الثاني العابر عمير بن علي بن عمير الاكتبي ياتي على المركز على المركز الثاني. المركز الثالث ثالث المراكز ذيبان صالح بن مطر بن ضابط الدوسري ياتي بهذه الانطلاقة، بن دليوي يتقدم كذلك في هذه اللحظات وفي هذا الاندفاع.
ناخذ المركز الخامس في هذه او الرابع، الرابع لنكمل ندانا. والمركز الرابع شاهين محمد بن قنازل بن سعيد العفاري ياتي بهذا الاندفاع والانطلاق. هناك ايضا تدخل من الشامخ سالم بخلفان بالعري الكتبي يقدم الشامخ في هذا التحدي. زويان يتقدم خليل بن ناصر الشهواني على المركز السادس. المركز السابع هذا مياس خليفة بن محمد بن خليفة الغفلي. والمركز الثامن مياس عنان بن علي الموتر النعيمي ياتي. والمركز التاسع المراكز هذا هو ذيبان، هذا ذيبان صالح بن مطر بن ضابط الدوسري. والمركز العاشر غازي علي بن سالم بن علي بالخرس الاكتبي. هذه النتيجة للمراكز الأولى في الجعدان وفي هذا الشوط بالذات وفي التنافس والأثار. وهناك أيضا اللي يتدخل للمنافسة الأبجر سعيد بن عبد الله بن مرزوق بن سويدان المحرمي، يستاهل لذاحة تدخل للتنافس والأثار في هذا الاندفاع. يا سلام يا سلام، عودة مرة ثانية بعد إكمال النداء الثاني وذاعتنا الثانية للعشر المراكز في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع. عودتنا مرة ثانية للمراكز الأولى، عودتنا إلى حزام القابات وإلى 3 كيلومترات لنتابع لمن سوف يكون هذا الشوط. نعود إلى المراكز الأولى، نتقدم مع المركز الأول. المركز الأول جمران على مقدمة الشوط، مطر بن حمد بن عصيان المنصوري على المقدمة ويسير بركب المركز الأول. يلي في المركز الثاني مياس سعيد بن سهيل بن دليوي الكتبي مع مياس على المركز الثاني. المركز الثالث العابر عمير بن علي بن عمير الكتبي تقدم على رابع على المركز وين الثالث ولا الرابع الثالث. أما المركز الرابع فيتواجد فيه شاهين، محمد بن قنازل بن سعيد العفاري ياتي في رابع المراكز في هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع مع الجعدان. المركز الخامس يتقدم في خامس المراكز مياس وخليفة بن محمد بن خليفة الغفلي مع مياس. وهناك أيضا واجد للشامخ، سالم بخلفان بالعري الكتبي ياتي في المركز الخامس في هذه اللحظة والسادس. عموما على كل حال هذه المراكز المتقدمة اللي بنتابعها في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق مشاهدين الأعزاء في هذه التحديات الجميلة والرائعة على أرضية هذا الميدان وهذا الاندفاع الجميل والانطلاق الرائع مع المراكز الأولى مع هذه الانطلاقة مع هذا الاندفاع الشيق والجميل. أعود إلى المقدمة، نعود إلى المراكز الأولى في هذا الاندفاع وفي هذا الانطلاق. نسير مع المقدمة ومع المركز الأول جمران مطر بن حمد بن عصيان المنصوري على المركز الأول يسيطر على مقدمة الشوط، ينطلق بالمراكز الأولى في هذا الاندفاع والانطلاق. بينما هناك في هذه اللحظة ذيبان صالح بن مطر بن ضابط الدوسري
الدليري يتقدم في هذه اللحظات في او بالدليوي هذا بالدليوي 17 نذيع 11 عموما المعذره مياس سعيد بن سهيل بن دليوي ياتي بهذا الاندفاع في وهو ياتي على المركز الثاني سعيد بن سهيل بن دليوي والمركز الثالث العابر الثالث عمير بن علي بن عمير الاكتبي على المركز الثالث وشاهين شاهين محمد بن قنازل بن سعيد العفاري يتقدم كذلك بهذا الاندفاع بهذا الانطلاق الله يا سلام يا سلام الكيلو الأخير الكيلو الأخير مع الجعدان الثنايا المنطلقة في هذا الشوط المندفعة في هذا الاندفاع في هذا الانطلاق الجميل والرائع هناك مع مياس أو مع أيضا الذي يأتي على المركز الخامس مياس الله 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 بندليوي بندليوي مع مياس اللي غير كذلك مياس غير إلى مقدمة الشوط راشد بن سهيل بندليوي راشد بن سعيد بن سهيل راشد بن سعيد بن دليوي على المركز الأول بمتابعة عبد القادر ركز يا عبد القادر مع الأمتار الأخيرة الله يا سلام يا سلام العابر عمير بن علي بن عمير الاكتبي ياتي بهذا الاندفاع وشوف اللي ما شاء الله أتى من 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 مراكز متأخرة غازي علي بن سالم بن علي بالخرس الاكتبي ياتي على المركز الثالث على المركز الثالث خلاص الأوامر الأوامر الأخيرة الأوامر الأخيرة جولة الأوامر والميتين متر الأخيرة هو العابر 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 عمير بن علي بن عمير الاكتبي انتزع ناموس هذا الشوط تهانينا له على هذا الفوز يستاهل الفوز والناموس والانطلاق عمير بن علي بن عمير الاكتبي ياتي بالمقدم المركز الثاني مياس سعيد بن سهيل بن دليوي والمركز الثالث نشوفه لسالم بن علي بن سالم بالخرس الاكتبي والمركز الرابع رقم 4 لمحمد بن قنازل العفاري والخامس رقم 10 هذا هو مياس الخليفه بن محمد بن خليفه الغفلي هكذا كانت النتيجه مشاهدينا متابعينا الكرام ست أجزاء من الثانية تهانينا والناموس العابر عمير بن علي بن عمير الاكتبي تحية وسلام لك على هذا الفوز.